نبدأ السؤال الأخير، نشر ما كتبناه في حكم تهنئة النصارى بأعيادهم أمر مطلوب، والإنسان نرجو الله أن يأجره عليه حتى يبصر المسلمين بأن تهنئة النصارى بأعيادهم محرمة، وأنها محرمة بالاتفاق كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، لأن المهنئ لهم هنأهم بشعائر الكفر كما لو هنأهم بعبادة الصليب أو هنأهم بأكل الخنزير أو بشرب الخمر أو ما أشبه ذلك، فنشرها حتى يعلم الناس بالحكم الشرعي وحتى لا يغتروا ويطول عليهم الأمد. نعم فعل طيب ويؤجر الإنسان عليه إن شاء الله.